بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثانية من المحور الثاني. نبدأ بالspecific objectives لهذه المحاضرة. أولا allowable normal stress، ثانيا factor of safety، ثالثا stress concentration factor. Definition of the allowable stress، الأجهاد المسموح به. In engineering, there are following several reasons that we must take into account. First, the load for design may be different from the actual load. Second, size of structural member may not be very precise due to manufacturing and assembly. Third, various defects in material due to the manufacturing process. One simple method to consider such uncertainties is to use a number called for the factor of safety, FS, which is ratio of ultimate tensile stress found from experimental testing divided by the allowable 1. الإجهاد المسموح به هنا هو إجهاد يكون حد كحد يعني أقصى للمادة التي تحمل المادة حتى لا يتم تجاوزه، فإذا تم تجاوزه في احتمال أن المادة تنهار. جراء ماذا؟ جراء بعض الأخطاء في الديزاين أو بعض الديفكتس يعني داخل المادة، بعض الشوائب داخل المادة جراء التصنيع أو ما يشابه ذلك. قانون الألوبل استرس هو الألوبل فورس، القوة المسموح بها على الأريا. For ductile materials, the yield strength, and for brittle materials, the ultimate strength, are taken as the critical stresses. فيكون السيجما فيكون الفاكتور يكون الفاكتور of safety بالنسبة للbrittle materials هو الultimate stress على السيجما allowable، وبالنسبة للductile materials المواد المرنة فيكون factor of safety ال yield stress على allowable stress. Condition of resistance، وهذه خلاصة تقريبا نظرية مقاومة المواد، أن الـ applied stress لابد أن يكون أصغر من الـ allowable stress، بمعنى أن الـ actual stress اللي هو force على area لابد أن يكون أصغر من الإجهاد المسموح به. وهنا نأتي على ما حددناه ك الجنرال اوبجكتيف ل سترينث اوف ماتيريالز. فهذه نظريه مقاومه المواد يتم فيها تحديد او اختيار او حساب اما القوه واما الماده ممثله في الالوبل ستريس واما المقاسات ممثله في المساحه. فيكفي تحديد القوه مثلا والمقاسات عشان نعرف الماده، وهكذا إذا حددنا المادة وحددنا المقاسات بإمكاننا تحديد القوة القصوى التي يتحملها هذه المادة بهذه المقاسات. وإما أن يتم تحديد المادة والقوة ونبحث عن المقاسات المناسبة لهذه القطعة حتى تتحمل ظروف العمل.